في 17 من مايو عام 1683 تم تسجيل يوردان لوختمانس كبائع للكتب في رابطة بائع الكتب بلايدن، وبعد فترة وجيزة قام بافتتاح مطبعته في شارع رابنبورخ في لايدن، والتي شكلت القلب العلمي النابض للمدينة جنباً إلى جنب مع الجامعة والمكتبات المجاورة. لم ينشط لوختمانس فقط كطابع وناشر، بل كان أيضاً مديراً لمتجر يبيع فيه كتبه، بالإضافة إلى كتب ناشرين آخرين. وتضمن برنامج النشر الخاص به منشورات عن الدراسات التوراتية واللاهوتية واللغات الشرقية وعلم الأعراق البشرية الإثنوغرافيا. في عام 1732 نشر لوختمانس أول مخطوط بالعربية، وطبعا النص العربي والترجمة اللاتينية في عمودين جنبا إلى جنب. وهذه الرواية تتحدث عن حياة وإنجازات السلطان صلاح الدين، وهي أول مطبوعة عربية تصدر عن دار لوختمانس، وهذا الأمر يجعلها فاتحة لتقاليد بريل في الدراسات الشرقية. وفي أيامنا هذه تقوم دار النشر الأكاديمية بنشر ما يقرب من 1400 كتاب و284 مجلة سنوياً في مجال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وعلم الأحياء والقانون الدولي وحقوق الإنسان. كما تقدم دار نشر بريل أيضاً عدداً كبيراً من قواعد البيانات ومجموعات المصادر الرئيسية عبر الإنترنت. In today's world, these fields are extremely important and deal with the big issues of our time, such as ethics, migration, and the environment. This offers a bright horizon for Brill's future. ما هي أصول الاسم الحالي لدار النشر بريل؟ في عام 1848 وبعد 5 أجيال من تولي عائلة لوختمانس المسؤولية، تقرر نقل مسؤولية مهام العمل إلى إيفيرت يان بريل الذي عمل لدى الشركة لسنوات عديدة، ولا يزال اسمه موجودا في المبنى الكائن بلايدن، حيث كان يقع مكتب بريل خلال الفترة من عام 1883 حتى عام 1985. وقد غطت منشورات إيفيرت يان بريل في ذلك الوقت مجموعة واسعة من العلوم الإنسانية، ولكنه كان يخطط للتخصص في اللغات التي كانت خارج نطاق اهتمام الناشرين الآخرين. وقد تم التعبير في هذه النية في كتاب صلاة الرب ب14 لغة، والذي تم نشره في عام 1855. وقد قامت دار نشر بريل بطباعة هذا العمل ب14 لغة، مستخدمة جميع الخطوط الغربية التي كانت تمتلكها. وبقيامها بذلك فقد وضعت الأساس الذي يعتمد عليه خلفاؤها حتى يومنا هذا. في عام 1890 بدأت بريل في المشروع الكبير الذي لا يزال مستمرا إلى يومنا هذا، وهو موسوعة الإسلام. كان الإصدار الأول عملاً استشراقياً شارك فيه كبار مستشرقي العصر، وتم نشره باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. ويحتوي هذا الإصدار على أكثر من 9000 مقال، وتم الانتهاء منه عام 1936. وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت بريل بنشر إصدار ثاني من الموسوعة، واستغرق نشر هذا الإصدار الثاني أكثر من 50 عام، وتم الفراغ منه فقط في عام 2005. كل إصدار من الموسوعة يعكس على روح العصر ويضم أحدث التطورات في المجال العلمي والبحث الأكاديمي. فور اكتمال الإصدار الثاني بدأنا بإعداد إصدار جديد، وتم نشر أول جزيئة في عام 2007. يضم الإصدار الثالث تغطية واسعة للتطورات التي حصلت في القرن العشرين، وفيه تم توسيع الرقعة الجغرافية لتشمل جميع مناطق العالم التي يشكل الإسلام فيها عنصرا مهما في المجتمع. وفيه تم الاهتمام أيضا بالجاليات المسلمة التي تعيش كأقلية في المجتمعات غير المسلمة، كما تم التركيز أيضا على العلوم الاجتماعية والإنسانية. Brill constantly has to prove
its relevance to all its stakeholders. These include, of course, our authors and editors, but also our customers, librarians, researchers, and our shareholders. Improving our relevance, we follow research into new areas and with new techniques, such as image and pattern recognition, which we are already using in the fields of literature research and art history. وتسعى دار النشر من خلال اتباع تقليدها الخاص إلى تحقيق التوازن الصحيح بين التجارة والتعلم، ويعبر شعار دار النشر بريل عن ذلك، حيث تظهر كل من بالاس أثينا إلهة التعلم اليونانية وهيرمس إلهة التجارة بجانب بعضهما البعض في الشعار. ولتحقيق هذا التوازن قامت دار نشر بريل بنشر عدد كبير من المنتجات الرئيسية والأعمال المرجعية الرئيسية مثل المؤشر الإسلامي ودائرة المعارف الإسلامية ومجموعة الدورات الدراسية بأكاديمية لاهاي ودائرة معارف باولي الجديدة للعالم القديم. وعلى الرغم من أن المكتب الرئيسي لدار نشر بريل يقع في لايدن حيث تم تأسيسها، إلا أن أعمالها تنفذ في عدة بقاع على الصعيد العالمي. وفي الوقت الحالي تمتلك دار النشر مكاتب في بوسطن وألمانيا وسنغافورة وبكين. Brill's publishing strategy focuses on selecting relevant, high-quality research. This means an excellent peer-reviewing process is crucial. We foster our long-standing relationships with the scholarly community at large. We want to excel in providing the best personalized service to our authors and editors. On our recently launched new online platform, we want to make sure that our content is easily accessible. In short, we want to serve the scholarly community.